اليوم عفونا من السيارات الألمانية والسيارات الفخمة، خلينا نشرككم شيء تستفاد من عنده كل العالم. ميتسوبيشي موديل 21، نوعيتها اسمها إكليبس كروس على ما قرناها اسم. طبعا موديل 21 بعدها كاتي ما مرقمة بجديد، دخلت ووصلت سيارة بدون صبغ. تعال خلنا ناخذ فرع السيارة من الخارج نشوف شكلها وحجمها، وبعدين ندخلكم على داخلها ونحكي لكم عن تفاصيلها. الحلو ما في هذه السيارة، شوف لي هذه اللي هو مال بنزين، ينفتح من الداخل طبعا من يم الباب. هذا مال بنزين، تعبي البنزين من عين، وبيها من هذيك الجهة الأخرى المايكرو مال شحن مال الهايبر. تشوف مشتغلة السيارة، لحظة. هذا ما يفتح إلا تنطفي السيارة. شوف بيها منفذين، راح تقول لي شنو ذنه. هذا الاول مال المحطات، اكو بالمحطات المتطوره ساعدنا اللي بالعراق بيها هذا النظام مال شحن السوبر تشارج السريع، وهذا مال باي بيت موجود يعني بلاك، وتشحن اعتيادي جدا الشاحنة العاديه، يعني بيها منفذين للشحن. ما عجبك الموضوع فتشحن، العفو تستخدم الوقود البنزين حاله حال اي سياره. طبعا ماكينتها 4 سلندر على ما تصور 2000، يعني حجم الماكينة و100% 2000 بدون توربو، تنفس طبيعي. شوف داخل السيارة وشوف هذا السونار مالتها، اليوم تاريخ اليوم سويناه بدون نقطة صبغ طبعا نهائيا مكفولة. وهذا الكاتي مالتها بعد ايضا ما مستخدم، لانه قلت لكم انه اليوم السيارة وصلت. هذا الرقم الكاتي مالتها، رقمها تقريبا تروح لمليونين دينار او بحدود ال 1500 دولار 15. هسه نحكي لكم عن مواصفاتها الداخليه ونطلع لكم بها حتى تيست درايف وتشوفون، خليكم ويانا. هسه حاليا حولنا على السياره من داخل ونحكي لكم عن تفاصيلها. اول فقره نبدي بها الباور مال مشغل، يعني السياره هسه حاليا هي السياره مشتغله اوكي، لا صوت بها ولا كل شيء. ما عجبك هذا النظام فتحول الى البنزين، هذه الدقمه. الشغلات الاخرى النوب، شوف لي الحركه مالت الجير مالتها، فشي كلش حلو. منها صار على البيك على الار، وهذا ان والدي هالشكل هيك، ومن هنا تحوله على هذا نظام البي، تتحكم عاد منها بالتبترونيك مالتها شفتات، ويصير كلش حلو. البارك مالتها دقمه، كانما جير مال بي ام دبليو يعطي شبه. الهاند بريك مالتها بصمه، وهنا عندك المود درايف مالتها بي 5 وضعيات تمام. المقاعد عندك بيه هيتر الاماميات، وشاشه كبيره مثل ما تشوفون، وهذه كاميرا. وحاليا نطلع لكم بها تراي، قبل ما نطلع تراي نشوف كل الماكينه مالتها، وبعدين نطلع لكم بها تراي وتشوفون شلون سياره مرتبه. اظني الدقم مالتنا حتى اللايت عندك اوتو، والتحكمات مال ستيرنج مبينات واضحات امامكم. هذا مال تراكشن، وهذا مال خروج المسار، وهذا مال الرادار الامامي، وهنا عندك هذا ايضا مساعد مال تبريد البطاريات، وهذا المنفذ مال البنزين لما تفتح القبغ مال البنزين من هنا. هسه نشوفكم البنيد مالتها والمحرك مالتها. تعتبر هسه هذه السياره صديقه البيئه كونها هايبرد، يعني انتهينا من عالم البنزين وما قالت. مع ذلك هي بيها هذه الماكينة بنزين، وهذه ماكينة الهايبرد الكهربائية، تحب تستخدم بنزين تحب تستخدم الكهرباء. على ما تصور إلى حد 60 كيلومتر هي كهرباء، من بعد تحول إلى البنزين، أو تقدر تتحكم به هذا يمك، بس كسرعة قصوى للكهرباء 60. شنو بقى عندنا؟ الماكينة طبعا 4 سلندر بدون توربو، تنفس طبيعي، ولا بأس بها، تمشي ومضبوطة وقوية مناسبة يعني ويا حجم السيارة. حاليا هسه نشوفكم مساحتها من الداخل من الخلف مثل ما تشوفون. السيارة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، يعني حجمها متوسط بقد التوكسان او توسان، ما اعرف يسمونها، على مود نكون دقيقين، او السبورت عاجل نفس الحجم. هذه هي الصندوق مالتها، خلنا نشوفكم شنو بيه. هذه مال عدة والصيدلية لا بأس بها موجودة. هذه الشاحنة مالتها،
وكأنما شاحنة مال موبايل ترى مع الاي بيتس على اي بلك امبيران الى 3 تسحب يعني لا تتصورون هالقد ومن هنا تخليه بالسيارة وتشحن كذلك التعليمات موجودة بي هسه حاليا راح نطلع لكم بيها تيست درايف ونشوف شنو بيها اشتغلت شفت لي لمسة الجير ايش قد حلوة نقول بسم الله انا اتوكل شوف هسه اشتغلت الماكينة البنزين الى حد 60 وراها تشتغل ماكينة بنزين بداية هايبرد كهرباء والله عم نظام كلش حلو راقي احنا لازم ندعم هاي السالفة لان باوروبا وحتى بالخليج التكاسي وما قالت كله صار هذا النظام بس بالعراق تجي يقول لك ما مرغوبة ما اعرف شنو الفيلم يرغبون العالم بالصيني بدنا سيارات تعبانة سايبات ما يدعمون هذه هذه سيارة هسه اقول لكم على سيارة اللي هو لا خلي اخر فقرة هذا ريفيو سريع عن السيارة وقلنا موديلها 21 وبدون صبغ وهايبرد تفاصيل ذكرناها كلها بالفيديو اي شيء ما واضح ذكرونا بيه نذكركم اياه وانها بالخدمة عنواننا سليمانية وسعر السيارة راح يكون 26,000 دولار اللي يرغب بالشراء يتصل على رقمي راح اعطيكم اياه حاليا وبالخدمة تحياتنا لكم مع السلامة